ازيكم؟ معاكم صوره سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن انا هعمل مقارنه بين الوكاله واي محل في اي مول، تكييفات بقى وكده. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. طيب يا ساره، ايه اللي خطر في بالك ان انت تعملي مقارنه بين الوكاله وبين مثلا المحلات البراندات اللي هي في المول، مثلا اي مول بقى احنا بنروح، ايه اللي جابها في دماغي دي؟ مع ان انا من وجهة نظري مفيش اي مقارنة، دي حاجة ودي حاجة، احنا مبنقارنش بين محلين، لا احنا بنقارن بين منطقتين، كل واحد ليه كيانه وكل حاجة، كل واحد ليه سيستمه واسعاره وكل حاجة. بس انا قلت بقى انا هقارن وهعرف ليه انا بحب ده عن ده، هنعرف بقى دلوقتي. طيب اول حاجة، الوكالة بنلاقي فيها متعة ان انت تدوري، ومتعه ان انت تلفي، ومتعه لما تلاقي حاجه عجباكي وتاخديها لقطه. لقطه ليه بقى؟ لان بيبقى سعرها حلو، يعني اغلى حاجه في الوكاله مثلا هتلاقيها ب 80 جنيه كتيشيرتات او كده، فانت لما تلاقيها هتفرحي بيها جدا، هتحسي ان اه ده انا لقيت حاجه، وبتاخديها في ثانيه. ويا سلام بقى لو طلعت مقاسك ومظبوطه، هتحسي ان انت ايه، انت استلقطت حاجه، دي لقطه بجد وحقيقي. لكن الناحيه الثانيه في المول، انت بتروحي كل المقاسات موجوده، فمفيش متعه ان انت تدوري بقى وتقول انا يا رب الاقي حاجه، وان انت تستلقطي الحاجات، عشان مفيش الاستلقاط هناك. انت بتلاقي الحاجه التيشيرت في منه جميع المقاسات وفي منه جميع الالوان. ممكن بقى المتعه دي في ايام السيل، لما بتلاقي مثلا اللي هو الاستاند اللي بيبقى مكتوب عليه لاست بيس ده، لو لقيتي حاجه بقى بسعر رخيص ومقاسك وعجبك، فانت ساعتها بتفرحي بقى برضه، تقولي ايه يا ده انا جبت تيشيرت ب 50 جنيه لقطه جدا من محل كذا مثلا. فده اول نقطه في المقارنه. تاني نقطه، طبعا الوكاله ساعات بيمشي في الشمس، فانت لازم تكوني لابسه كاب ولابسه نظاره ولابسه كمامه، اكيد التلاته مش مع بعض، علشان انا لما عملت كده انا حسيت ان انا مش باين، اللهو والخفي ماشي، كاني واحده كده متنكره، انا لو هربانه من الحكومه مش هلبس اللبس اللي انا لابساه ده. فانت بتلبسي كمامتك وبتلبسي الكاب كده، حلو جدا. الشمس والحر هيظبطوكي، فانت لازم تشربي عصير قصب، تشربي بيبسي، وكل ده موجود في شارع زكي السماك ده موجود، وفي الشارع الرئيسي اللي انت اللي هو من عند دار القضاء كده، وانت داخله بقى على الوكاله بتلاقيه. فانت لازم تشربي حاجات ساقعه وسوائل كتير علشان ما تدوخيش من الشمس. في المول بقى انت مروقه دماغك، بتلفي في التكييف، المول بقى بورسلين، فانت مظبطه نفسك، هدومك مش هتتبهدل، واي حاجه انت عايزاها هتلاقيها، تخشي سوبر ماركت تنقي اللي انت عاوزاه، ممكن تفطري في اي كافيه ولا اي حاجه، الدنيا متظبطه. فدي برضو المول يكسب في الحته دي، ان انت مش هتتبهدلي ولا شمس بقى ولا تسودي ولا الكلام ده كله. تالت نقطة، ان احنا هنقارن بين البراندات هنا والبراندات هنا. انا لو جبت حاجة من زارا من الوكالة وحاجة زارا من زارا ذات نفسه، حاجة زارا من زارا ذات نفسه اقل حاجة مش هتقل عن 500 جنيه، لكن من الوكالة ساعات بلاقي حاجات زارا وحاجات جميلة سعرها بيبقى حلو قوي، يعني ماشي، ممكن تجيبي طقم كامل جميل ب 200 جنيه يعني، ده حاجة مش هنتكلم فيها. بس حاولي وانت رايحه الوكاله تبقى عارفه انت بتجيبي ايه، عشان ما تجيبيش حاجات هلاهيل مثلا او حاجات وحشه وتترمي. انت تجيبي حاجات الحلوه، الحاجات اللي تنفعك، والحاجات اللي يبان عليها ان هي لسه جديده كده. طبعا مع الوقت هتفهمي، او خدي حد بيفهم، تشوفي القماشه دي تايكه ولا لا، اشوف القماشه دي حلوه ولا لا او كده. تمام، في زارا مثلا لو انت رحت مثلا اي بقى براند، مش هتكلم في، عشان انا بتكلم على زارا عشان زارا موجود كتير جدا في الوكاله، عشان كده بتكلم ده اللي جه في دماغي. طيب هنيجي بقى في نقطة مهمة قوي، نقطة ان انا ليه بروح الوكالة اصلا، ما انا ممكن احوش واشتري لبس جديد بقى بالتيكت، واريح نفسي بقى من حوار التدوير وان انا ادور والكلام ده، وساعات بعمل اعادة تدوير للحاجة لو فيها بايظة مثلا اصلحها والكلام ده. انا ممكن اريح دماغي خالص واروح محل المول بقى واجيب اللي انا عايزاه واريح نفسي، لا انا بروح علشان اشتري حاجات ممكن تكون حاجات قديمه قوي، حاجات من الوكاله دي قديمه قوي مش طالعه موضه اصلا، بس هي عجباني، حاجات اللي هي الفينتج اللي هي بتاعت السبعينات والحاجات الغريبه دي. بحب ساعات بحب اشتري حاجات غريبه من الوكاله، اشتري لبس مش موجود اصلا في اي محل، انت تبقي ماشيه هي وان بيس كده، انت قطعه واحده انت ماشيه بيها، يعني انتوا فاهمين، يعني انتوا بتجيبوا حاجه مش هتلاقوها في المحلات. انا بقى عايزه انا قدام الدولاب بدور على اي حاجه كنت شاريها من هناك،
بس مش هلاقي دلوقتي، مش هلاقي. ساعات بلاقي قطع تبقى غريبة مش هلاقيها في أي حتة، مش الموضة السريعة اللي في المحلات، لأ ألاقي حاجة كده بقالها مثلا من أيام الزمن كده، فبشتريها وأغسلها وأظبطها وألبسها، الناس تقعد تقول لي الحاجة دي أنت جبتها منين فعلا يعني. عشان كده أنا بروح الوكالة. أنت بقى بتحب الموضة السريعة اللي هي التيشيرتات بقى والهدوم اللي هي كل اللي هي بتبقى الموضه مثلا السنه دي مثلا كذا، هتلاقي كذا ده في كل المحلات، فانت ساعتها هتروح المول وخلاص بقى، فاهمني؟ في برضو حاجه تانية، ان يا ترى المقارنه بين الناس بقى والفئات، يا ترى الوكاله الناس الفقيره اللي بتروح بس، والمولات الناس الاغنياء اللي بتروح بس. لا الوكاله في ناس، انا مش هتكلم اغنياء وفقير ده عشان انا مش هعمل احصاءات، بس في ما بتفرقش خالص في الفلوس. انا ممكن يكون معايا 1000 جنيه هنزل الوكالة وهشتري حاجات بال1000 جنيه، وممكن انزل بال1000 جنيه في المول واشتري حاجات بال1000 جنيه، فهي هي نفس قيمة الفلوس، بس انت بقى ايه هتختلف في عدد القطع وهتختلف في ذوقك. زي ما انا قلت لكم انا بحب اشتري الحاجات الغريبة اللي في الوكالة، ما بحبش اشتري الحاجات اللي هي الروتينية، الحاجات العادية مش هشتريها، ما هي كده كده موجودة في أي محل وبتبقى أسعارها عادية يعني. ما هتلاقي مثلا البلوزة في المحل 150 جنيه، هلاقيها في الوكالة مثلا ب50 جنيه، ما ف... يعني فرقت اه في الفلوس، بس هي هي نفس القطعة. أنا عايزة أشتري حاجات غريبة، هتقولي غريبة غريبة، كل شوية تقول غريبة غريبة غريبة. أنت هتخشي الفيديوهات بتاعتي في الوكالة، هحط لكم اللينكات بتاعتها، أو خشي على القناة بتاعتي وتشوفي، هتشوفي بقى إيه قطع اللبس اللي أنا بحاول إن أنا أنقيها، تمام؟ فهو ده المقارنة بين الوكالة وبين المول، ان احنا الوكالة دي عارفين الاجانب بيبقوا فرحانين قوي وهم بيعملوا فلوجات سليفنج في اللي عندهم. يعني لما بلاقي مثلا انا مدمنة تتفرج على الفيديوهات الاجنبية اللي هي ثريفت وزميدي، يعني انا مدمنهم بجد، وبحس ان هم بيستمتعوا. يعني مثلا ينقوا الفستان يقولوا واو ده جميل جدا، ويشتروه بقى اللي هم يا دول لقوا حاجه لقطه، وبيحاولوا يشتروا الحاجات. يعني ممكن يكون مثلا البنت عجبها فستان عجبها جدا، بس الفستان مثلا ب$5، فتقول لا ده غالي، فهم عندهم التحدي في نقطه ان هم يشتروا الحاجه حلوه بس سعرها رخيص، ان هم بيوفروا ويجيبوا الحاجه الحلوه برضه. وبيجي بقى ايه تاني فيديو مثلا يلبسوا الحاجه هي مش باينه ان دي اصلا كانت سرفت ولا اي حاجه، انا ما بتبانش. كذلك عندنا برضو هنا، انت ممكن تجيبي الحاجه سعرها حلو ولما تلبسيها تبقى شكلها قيمه قوي، وتبقى شكلها بجد هي قيمتها عاليه قوي، بس هي الحكايه ان انت بتغلي الحاجه. يعني انت لبستي حاجه مثلا مش هقول ب5 جنيه يا ستي، حاجه ب50 جنيه، وانت ظبطتيها عليكي ولبستيها هي قيمتها بتعلى. بس هو ده المقارنة. في نقط تانية؟ مفيش نقط تانية. انتوا تعرفوش انا بيحصل لي مشاكل قد ايه وانا بصور في الوكالة، تعرفوش بجد. البياعين، في اغلبية البياعين مش ما بيحبوش يصوروا الاستندات بتاعتهم، مشاكل كتيرة بتحصل، بقعد اتأسف لناس كتير، بقعد اخبي الموبايل وانا بصور. فانتوا بتفتكروش ان انا ببقى رايحه الوكاله ده انا اصور في الشارع بقى والدنيا سهله معايا، الدنيا مش سهله معايا خالص، ماشي؟ بس بعمل كده علشان بحس بجد ان في ناس محتاجين يروحوا الوكاله. بعمل كده عشان انا بحب اروح الوكاله، بحب كده اتفسح هناك، واحب بقى ان انا استكشف بقى والاقي ماركات مش مسموع عنها خالص، ماركات اصلا جامده جدا وقيمه جدا وقماشات حلوه قوي مش بلاقيها في اي حتة تانية، بلاقيها هناك. فهو عشان كده انا بحب اروح هناك، واحب اعمل فلوجات في الوكالة ومشترياتي في الوكالة، ومتابعيني بيحبوا الفيديوهات دي قوي. يعني انا اكتشفت ان هم بيحبوها. روحي وجربي واكتبي لي في التعليقات، او روحي لي على الانستا، انا هحط لكم لينك الانستا تحت في صندوق الوصف على طول تحت الفيديو، هتلاقي سهم كده تدوسي عليه تحت الفيديو على طول هتلاقي الانستا، هتلاقيني بقى بحط على طول حاجات عن الوكالة كتير، بحط تنسيقاتي في اليوم ايه، بحط حاجات كتيرة قوي هناك. واي سؤال بقى اكتبه لي هناك او اكتبه لي هنا. ولو انت اشتريت حاجات من الوكالة ابعتي لي صورها على الانستا علشان نشارك مع بعض كل واحد بيشتري ايه، كل واحد بقى مين اذكى من التاني، مين بقى اللي بيعرف يستلقط عن التاني، كل الكلام ده. بس انا كده الفيديو بتاعي خلص.
حبيت ارغي معاكم شويه كده يعني عادي. اشوفكم في الفيديوهات الجايه، ويا رب الفيديو يجيب مشتركين، عشان انا بس الحمد لله انا بحب المتابعين بتاعي على الاخر. اشوفكم في الفيديوهات الجايه بقى، ويلا باي باي.